تعقد قمة بكين لمنتدى التعاون الصين الافريقي في يومي الثالث والرابع بين من شهر سبتمبر المقبل. سيكون موضوع القمة هذا العام التعاون والتوزيع المشترك والتضافر على بناء مجموعة أكثر ثقة ذات مسير مشترك للصين وإفريقيا. سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بتراس القمة ويحضر فعاليات معنية لها. تلبية لدعوة من الصين سيحضر القمة رؤساء الدول الأعضاء الإفريقية للمنتدى أيضا.